فيكون. فيكون. سبحان الله سبحان الله. من ذاك اليوم تكرر مشاهد في المنام ويتكرر، وابتدي استخدم تجارب اعشاب واستخدم الديتول واستخدم معجون اسنان عشان لان ما في مجال للعلاج، يعني مشاكل كثيره نتيجه استخدام اكتشفت ان 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 ان, إن الماء الساخن. نعم، من هذا الحصار في الساعه الرابعه الفجر بعد يمكن ايام معدوده احس كأن شيء يقودني للمطبخ واقول لعاملة المنزل اطلع من المطبخ انا ساقوم بغسل الصحون. قلت كيف؟ قلت لا ما شغلك اطلعي. كيف انت تصرف غريب يعني. تصرف غريب. نعم. يعني طالع من دوام الحين وهي مستغربه. هي مستغربه. نعم. قلت لها ما شغلك اطلع من هنا وسكر باب المطبخ. نعم. فناوي تسخن الماي وانا ما كنت اعرف، بس انا ذاك الوقت ابغى اغسل صحون ما كنت اعرف شيء عن الماي بساخن. ومن ثم ايش حصل؟ لما بديت اغسل صحون طبعا في يعني بقيت الدهون في معروف في في الصحن صحيح يعني. وعلى يمين طبعا الثلاجه موجوده والفريزر. نعم. واستخدمت طيب انا ذكرت فتره استخدام المي بارد والى اخره وكذا مشاكل المي بارد، فقمت باستخدام المي بارد وسقيت مثلجي وخلطت مع المي وسقيت في الصحن وشوف تجمد الدهون. وهذه تجربة ممكن أي واحد يجربها يسير النتيجة فعلا تتجمد الدهون حتى عند غسل اليدين بعد تناول الوجبة يمكن باليدين. نعم نعم نعم. ترى أن فعلا الدهون تتجمد هنا تبدأ فعلا اكتشفت أن فعلا هناك المشكلة. على يساري كان هناك في طبعا العادة أنه بريق الكهربائي. نعم. فقلت طيب أسوي عكسي فسخنت الماء وسقيت في صحن آخر في بقية الدهون وتغسل بالكامل صباحا لامعا بدون صابون. بديت اصرخ الله اكبر الله اكبر كان احد يتكلم معي وحدي شيء بالنسبه لك سبحان الله يعني سبحان الله. فبعد قليل استوى يعني الوضع الطبيعي يقول سبحان الله. مو قاعد اقول انا سؤال لنفسي لان اتكلم عن نفسي يعني عن زوجتي شافتني ولا الاولاد الحمد لله ما شاء الله شفنا نشوف من خلف يمين ويسار ما شفنا الحمد لله رب العالمين. قلنا زين بعد الباب مسكر. ومن ذاك اليوم اقول للعملة منزل من باكر صباح قلاصين المي فاطر اللي هو روم تمبريتشر العشرة قبل غسل الاسنان